الحمد لله الذي أعلى مراتب العلماء وجعلهم ورثة الأنبياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العليم الخبير، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله البشير النذير، أمره مولاه بطلب الزيادة من العلم، فقال تعالى: وقل ربي زدني علما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. يقول الحق عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أيها المسلمون، لقد اهتم الإسلام بالعلم اهتماما بالغا، لأنه سبيل معرفة الله تعالى وتوحيده وعبوديته، ولأن العلم أساس نهضة الأمم وتقدمها وحضارتها، وهو سبب سعادة المرء في الدنيا والآخرة. فليس غريبا أن تنزل أول آية من كتاب الله عز وجل تدعو إلى العلم والمعرفة وتنوئه بقيمة القراءة، لأنها أعظم وسائل اكتساب العلم. فقد قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولقد أكرم الله سبحانه بالقلم ويسطره، فقال: نون والقلم وما يسطرون. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم وجعله طريقا إلى الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها أرضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الباب، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ألا فهميا لأهل العلم هذه الدراسة. عباد الله، ها هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يصور مكانة العلم والعلماء، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير. ويقدم النبي صلى الله عليه وسلم العلماء في إمامة المسلمين في أعظم أركان الدين، وهذا التقديم يدل على علو شأنهم ورفعة قدرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلموا بالسنة. وقال أحد الشعراء: قم للمعلم وفي التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. عباد الله، لئن كانت هذه درجة العلم والعلماء، فحري بنا أن نجد لهم ونعرف قدرهم ومنزلتهم. يقول سيد العلماء وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف بعالمنا حقه، وإن من حق العلماء علينا احترامهم والتواضع لهم، ولينا القول والجانب لهم، وكذلك أهل العلم من أئمة وخطباء وأحرار. اللهم ارفع مكانتهم ويجعلهم